السلام عليكم، نشرح المحتوى السادس من الباثو اللي هو هيلينج اند ريباير. طبعا هو الهيلينج والريباير احنا اصلا ماخذين محاضرات دكتورة رواء قبل ما اخذينه بالمد يعني زين، يعني ما بيشي هو سهل زين. نبدأ بيه هيلينج او ريباير. يقول لك انه الهيلينج اند ريباير او ريباير، الهيلينج يعني تام او الاصلاح السهولة، اذا شين تشالي ذا ريبليسمنت or the dead or damaged tissue by healthy tissue derived from the parenchyma or connective tissue eliminates of the injured tissue. هو عبارة انه يستبدلون تشو ميت او صاير بدمج، يستبدلوه بهيلثي تشو يكون صحي، تشو ثاني يكون هيلثي. تمام، هذا الهيلثي تشو يكون مشتغلك من برانكيما او مشتغل من كونكتيف تشو اليمنتس. تمام، of the injured tissue، التشو اللي صاير بيه انجوري. هيلينج كومبرايسز، طبعا الهيلينج راح يتصلح بميكانيكتين، واحدة ريجنريشن والثانية هي كونكتيف تشو ريسبونس. regeneration which indicates the replacement of injured tissue by proliferation of surviving specialized parenchyma cells. يقول لك انه هو هذا عبارة عن راح يستبدل ال injured tissue عن طريق شنو؟ عن طريق التكاثر proliferation مال surviving specialized parenchyma cells. هي نفسها parenchyma cells هنا يعني راح تتكاثر وش اسمه يعني تسد الجرح او تلتئم، يعني يسوي ريجنريشن. طبعا الريجنريشن هو التئام كامل ما يبين الى اي اثر. تمام، يعني هي نفسها راح تتكاثر نفس الخلايا. اما الكونكتيف تشو ريسبونس هذه شنو؟ هذه يعني شو راح تعطي سكار تسوي، يعني تسوي ندبه. هذه الكونكتيف تشو ريسبونس لان هنا which is characterized by replacement of the damaged tissue by granulation tissue. من هنا راح يستبدلون damaged tissue بشنو؟ بالجرانيوليشن تشو، بالتالي راح تصير ندبه لان هو جرانيوليشن تشو مو صار بروليفريشن بالبرانكيما سيلز نفس الاول. تمام، and its subsequent maturation into fibrous tissue and scar formation. يقول لك انه هذا subsequent راح maturation يصير بيه ينضج الى شنو؟ الى fibrous tissue and scar formation، راح يصير لي fibrous tissue و scar formation بالنهاية. تمام، فهو connective tissue response راح يكون لي scar formation ندبة. اما regeneration هو مجرد proliferation صار عندي من surviving specialized parenchyma cells. connective tissue response fibrosis، connective tissue response هنا راح يسجلك it is involved the following steps. هذا احنا اصلا احنا اليوم راح نحكي بس هي عن يمن عن الكونكتيف تشو ريسبونس. تمام، احنا ما عندنا شيء عن ريجينريشن هنا، ما بيها شيء هنا، مجرد عن تكاثر وهي انتهت الموضوع. راح نحكي بس عن الكونكتيف تشو ريسبونس. نقول لك it involves the following steps، هذا راح يتضمن لك هذه الخطوات. اول واحده راح يصير بيه انجيوجينيسيس فورميشن اوف ذا نيو بلاد فيسلز. نعرفهن لان هنا كلهن يعني انجيوجينيسيس ميجريشن اند بروليفريشن اوف فايبروبلاست. قلنا انه الفايبروبلاست راح تطلع من الدم، من مجرى الدم راح نسبيها ميجريشن، تهاجر من عنده اند بروليفريشن وتروح تتكاثر وين؟ بالمكان اللي صاير بيه انجوري. ثالث نقطة ديبوزيشن اوف اكسترا سيلولار ماتريكس، الاكسترا سيلولار ماتريكس راح تترسب، هي متى تترسب؟ هي تعطيني الالاستين، تعطيني كولاجين، تعطيني كل المواد الموجودة بيها. تمام، الفايبرين كلهن يعني حتى يتكون لي ويسوي لي يعني يسد لي الجرح. اما النقطة الثانية من قلنا انه هي راح ميجريشن بروليفريشن مال فايبروبلاست، البلاست يعني بناء فايبرو، هذه اللي راح تكوني شلون الفايبر، شلون الالياف فايبرين حتى تسد الجرح. تمام، اما النقطة الرابعة يقول لك الماتوريشن اند ريجنريشن اوف تشو، راح يصير ماتوريشن راح ينضج ويصير ريجنريشن ويتجدد التشو. تمام، هاي وين بالكونكتيف تشو ريسبونس اللي هو راح يصير فايبروسيس. So where there is significant damage to the connective tissue، لما صار عندي damage to the connective tissue the size of active tissue damage and acute inflammation becomes accompanied by mixture of proliferating capillaries, fibroblast, myofibroblast and macrophage termed granulation tissue. يقول لك يا بنو هذا التشو السايت اوف اكتيف تشو، يعني السايت الموقع اللي مال هذا الاكتيف تشو دامج. تمام، اللي صاير بيه دمج، تشو صاير بيه دمج. والاكيوت انفلاميشن ايش راح يصير؟ اللي صاير بيه دمج واكيوت انفلاميشن هنا راح يصير مشغول بي او اكبد، يعني ينشغل او يعني المكان راح ينملي بنكتشر اوف بروليفريتنج كابلاريز، راح يصير مزيج من شنو؟ اول شيء بروليفريتنج كابلاريز وبعد وفايبروبلاست اللي هاي قلنا عليه ايش راح تسوي. المايو فايبروبلاست شنو هاي؟ هاي احنا بلاست نعرف بيها بناء، وهي هاي فايبروبلاست يعني نفسها بس مايو يعني إلها شغل بالعضلات. يعني شو راح تسوي؟ خلي أشوفكم الرسم.
اول شيء احنا شنو عندي؟ هذا جرح، تمام؟ هيك جرح. من اريد اني الزقهن واحد بواحد لازم اكو قوه تشدهن وحده لبعضهن، عاد تشد هاي الجهه لهاي الشيء، فذن الخطوط اللي تشدهن لبعضهن شو يصيحوا لها؟ يصيحوا لها مايو فايبروبلاست، هي هاي اللي تجيبهن وتشدهن لبعضهن، تمام؟ فالمايو فايبروبلاست هي اللي تشدهن لبعضهن. زين بعد شنو عندي؟ يقول انه so at this stage we see the vascular granulation to show. يقول لك بهذه المرحله احنا راح نشوف اول مرحله اللي هي vascular granulation to show. زين هسه هنا بهاي المرحله ايش راح نشوف؟ راح نشوف vascular granulation to show، يعني ايش راح يصير؟ راح يصير وعائي دموي، يعني اكثر شيء راح اشوف بيه يسود بيه الدم، تمام؟ اجيك انه ميكشر من بروليفريتنج كابلاريز، راح اشوف كابلاريز وفايبروبلاست ومايا فايبروبلاست ومورفو ماكروفاج يسحبون هنا ذني جرانيليشن تشو، وهذه المرحله نحس لها فاسكولار جرانيليشن تشو، اول مرحله فاسكولار، تمام؟ زين سبيسز بتوين ذا كابلاريز ار اوكوبيد باي ماكروفاج، المكانات يعني اللي صاير ما بين الكابلاري راح تنشغل بالماكروفاج، راح تصير بها ماكروفاج بروليفريتنج فايبروبلاست، وبعد بروليفريتنج فايبروبلاست ذا ماكروفاج فايبروبلاست ولوس كونكتيف تشو ماتريكس، تمام؟ نقول ذا ابوف ستيج الخطوة اللي بعدها is followed by progressive growth of fibroblast and myofibroblast. هنا راح يتطور بها النمو مال الفايبروبلاست والمايوفايبروبلاست. هناك صحيح قلنا انه هي راح تصير كابلاريز ويصير بها ماكروفاج وبروليفريتنج مال فايبروبلاست ولوس كونكتيف تشو ماتريكس، بس هنا ايش راح يصير؟ راح الفايبروبلاست راح تزداد والمايوفايبروبلاست هم تزداد، وراح يصير لك ويا من ويا الكومبلكس كابلاري نيتورك. ما ادري والله، ما ادري، يمكن بالكنتور ذاك ما ادري شو اسمه. زين هنا شنو قلنا؟ قلنا انه راح تزداد عندك الفايبروبلاست والمايوفايبروبلاست، تمام؟ بالتالي هنا هي اكيد يعني راح تزداد ويا ويا الكابلاري نيتورك ويا شنو؟ ويا قليله من الماكروفاج. هاي ايش راح يصير؟ راح يصير فايبرو فاسكولار جرانيوليشن تشو فايبرو، ليش؟ لان صار عندنا بروجريسيف جروث، يعني نمو زايد من الفايبروبلاست والمايوفايبروبلاست، لذلك صحوا لها فايبرو فاسكولار، يعني هم بها فاسكولار هي بس بها شنو؟ فايبرو وياها. لذلك صحوا لها المرحله الثانيه هي فايبرو فاسكولار جرانيوليشن تشو. المرحله الثالثه شنو؟ وذ تايم، والتايم ويا الوقت يقول لك most of the vessels regress، يعني شو راح تختفي هاي الفيسلز معظمها. The intervening spaces between the vessels become progressively filled. هذا يعني intervening يعني spaces، يعني المكانات اللي ما بين الفيسلز راح تصير progressively filled with fibroblast synthesizing collagen. الفايبروبلاست يعني راح تنمي بالفايبروبلاست اللي تصنع لك الكولاجين، يعني هي الفايبروبلاست شبيهة تصنع لي كولاجين، تمام؟ فهنا المرحلة راح يسمونها فايبروبلاست جرانيوليشن تشو، تمام؟ لأن راح يصير بيها كولاجين. فهسه احنا اصلا ما راح نجيب انهم شنو هو هذا يا ستيج، بس على الاغلب يعني ايش راح يقولون هسه؟ ات هاي ماجنيفيكيشن راح يقول لك انه بس التحدي اللي هي هاي شنو هي، تمام؟ ف كونكتيف تشو ريسبونس يعني تقول لها انه هاي، يقول لك انه ات هاي ماجنيفيكيشن جرانيوليشن تشو هاز كابلاريز، باعوا هاي هاي كابلاريز، هاي كابلاريز كابلاريز كابلاريز، يعني نقول كابلاريز، تمام؟ يقول لك جرانيوليشن تشو هاد كابلاريز فايبروبلاست، ويحتوي بعدها مجال فايبروبلاست، فايبروبلاست تصير مغزلية، هاد شوفوا هذه فايبروبلاست، هاي تعتبر مغزلية يعني شلون طويلة هيجي، هذه فايبروبلاست بعد من هي، وما راح يجيبوا لنا يعني اكيد يعني ما راح يأشروا لنا عليها، راح يجيب لك اياها بشكل عام، هي ستايد كامل هي يعني هم دائما هيجي، هاي هم فايبروبلاست، هاي يمكن ما ادري يعني شو تصير طويلة. I think هذه هم يمكن هذه، المهم انه هي تصير طويلة نفس ما قلت لكم انه هي تصير مغزلية شكلها هذه. زين هاي الفايبروبلاست راح شنو؟ and variable amount of inflammatory cells، يعني راح تشوف inflammatory cells اللي هي ماكروفاج، راح تشوفها مثلا هذي السود ذني ماكروفاج، هاي ماكروفاج راح شنو عندي؟ شوفوا هذي ماكروفاج تصير شكلها كبير وكأنما طلعت لك شيء، يعني هي الماكروفاجية تصير شكلها غريب كأنما تبين عندك هادشي، هذي هذي بعد شنو عندي؟ هي انفلاماتوري سيلز هي، لأن شنو هذي؟ هذا يا ستيج هذي تعتبر اوكفوليو، شوفوا احنا ما تنترى عندنا فايبروبلاست، شوفوا فايبروبلاست قلنا عليها موجودة يعني عندنا، شنو قلنا؟ هنا موجودة بلاد فيسلز، إذا هاي تعتبر شنو؟ فايبروفاسكولار،
ستيج تمام. هذه هي فايبروفاسكولار جرانيوليشن تشو تمام. هذا ما ادري يعني هو على تسجيل العام يقولون شكل وتسجيل السنه يقولون شكل ما ادري يعني هو بس هو على الاغلب يعني هو هذه بي فايبروبلاست بعوني ذني فايبروبلاست شيء عشان الفايبرات صايره وبيها شو يسمونه ذن هذه شو اسمها البلاد فيسلز او الكابلاريز فبالتالي هذه هم يعني لا شو اسمها فايبروفاسكولار جرانيوليشن تشو هذا هم عطين فايبروفاسكولار جرانيوليشن تشو هذين اثنيناتين هذه وهذه زين اكزامبل عليه هنا راح ناخذ اكزامبل عادي قال لك اول واحد هو سكين سكار اللي هي هيلد سكين يعني سكين يعني عيلته سيربي سكار ندبه مايكروسكوبي كلر راح تشوفه سوفت اوكي انت تجرحت ولا فتره لا هاي ما جنين زين هسه شنو عندي عند سكين سكار هالد سكين مايكروسكوبي كلر راح تشوف راح تشوفها سوفت راح تشوفها بال شاحب يعني وجرانيولر هذه شلون شايفين مرات من عندك عند جسمك مثلا مجروح قبل وهذه شوف انه مكانها يصير ابيض فاتح يعني وناعم هو سوفت اوكي وبال يعني يكون شاحب تمام وجرانيولر هذا مايكروسكوبيكال بس احنا ما عندنا صوره اصلا ما خلينا مايكروسكوبيكالي اما مايكروسكوبيكالي يقول لك ابيثيليزيشن of the surface by proliferation of epithelium at age of defects epithelium regeneration راح اشوف epithelization of surface راح يصير يعني epithelization شلون يعني الابيثيليا هيك راح يعني مالتها السرفيس راح يصير بي epithelization يعني راح تكون epithelia على طريق شلون التكاثر مال epithelium of age of the defects يعني هنا الحفه مالتها شلون يعني راح تتكاثر الابيثيليوم راح يصير proliferation فيصيرون لها epithelization تمام of the detect of defect epithelial regeneration هنا راح يصير epithelial regeneration تمام هاي ما ادري وين هي هذه هي epithelial regeneration شوفوها هاي فوق هي epithelial regeneration يصير يعني زين بعد شو يقول عندي fibroblast proliferation fibroblast راح تتكاثر with macrophage infiltration راح اشوف fibroblast تتكاثر والماكروفاج راح هما تلقاها هناك new blood vessels formation راح تكون new blood vessels و deposition of collagen within fibrous granulation tissue راح ترسب كولاجين تمام ويعمل fibrous granulation tissue اذا عندنا microscopically راح اشوف epithelization مال surface by proliferation of epithelium at the age of the defect epithelial regeneration ثاني شغله راح اشوف fibroblast راح تتكاثر وراح تشوف macrophage infiltration راح اشوف new blood vessels formation اللي هي angiogenesis deposition of collagen راح ترسب كولاجين لان جاني من fibroblast راح شنو with fibrous granulation tissue fibrous تمام granulation tissue هذا normal histological appearance of the skin at the top is the epidermis أول شيء لكن راح تلقى شوفوا هذه الابيثيليال تمام هي مو epidermis فوقها هي صايرة شو اسمها squamous keratinized تمام thin layer of keratin overlying the epidermis يعني هاي مو thin layer مال كيراتين راح تشوفها راح تلقى epidermis هذه البنفسجية تمام أما هذا هو يعتبر dermis هذا يعتبر dermis كله تمام هاي الدرمس شنو راح تلقاها هاي الفايكل راح تلقى بيها وهاي سبشوس جلاند ذني سبشوس جلاند ذني سبشوس جلاند ذني هاي الفايكل هاي الفايكل بعد شنو راح تلقى بيها containing elastic fibers وكولاجين طبعا ذني elastic fibers وكولاجين هنا تلقاه يعني سوات ميكستشر ويا بعضهن البعض كولاجين وش اسمه وإلاستين وإلاستيك فايبرز هذا سنتر قلنا هذا فوليكول سيرونيك باي سبشوس جلاند وتحطها هاي سبشوس جلاند وها هي هذا نورمال اما السكين اذا هو this is هيلينج بايبس هاي هيلينج بايبس شوفوا بينها صاير بيها هيلينج باعوا هنا نشوف هنا هاي بين كلها صاير بيها هيلينج تمام فهذا سايت اوف ذا سكين سين ويك فولوينج اكسستيشنز ذا سكين سيرفيس هاز ريبيتيليزيشن هذا ريبيتيليزيشن يعني مثليه صارت تجديد جريء تمام اند بيلو ذس جرانيوليشن تشو وذ سمال كابلاريز جوا ايش راح تشوف راح تشوف جرانيوليشن تشو تمام وياها ويا سمال كابلاريز هذه هي granulation tissue fibroblast شنو راح نشوف with small capillaries and fibroblast forming collagen
هنا انا شنو راح نشوف؟ راح نشوف في هاي سمال كابلاريز، باع هاي سمال كابلاريز هيك، هاي سمال كابلاريز، هاي سمال كابلاريز من الخطوط الناعمه، هي هاي سمال كابلاريز قصتهم، هاي الكابلاري باع شنو بيها جرانيليشن تشو. اوكي قلنا عليها انت فايبروبلاست فورمينج كولاجين، فايبروبلاست راح تكون الكولاجين تمام، يعني انت ما تقدر تحدد هنا فايبروبلاست هاي وينها، بس شلون قلت لك كولاجين هذا تشوف هنا ترسب يعني شنو يعني كولاجين، فهي هاي يعني قال هو يعطيك الصورة تحددها شنو هي، هاي عبارة عن سكن بايوبسي تمام، وتجيب له لذا نتعدد هي مايكروسكوبيكالي يعني ابيثيليزيشن فايبروبلاست ماكروفاج نيو بلاد فيسل فورميشن بس عشان اوف كولاجين وفايبروسكوبيكالي تشو وكلا يا رحمة. هنا أنا سكين سكار هالد سكن، هذا نفس الشيء صاير بي سكار تمام، بس هنا انا ما ادري مكبريها سكن صاير بي سكار، شفتني ريجنريشن يعني صاير بيها هيلث سكين هاي، بس هي ما ادري يعني الصورة هنا يعني نوعا ما شلون تنطي شبه يعني للطبيعي، بس هي هذا شوفوا هذه عبارة عن ترسب من الكولاجين والإلاستين تمام، يعني هي مو دارمس طبيعية وتشوف بها فوليكول وما ادري شنو وسبيشوس جلاند باعوها، يعني هو كبري لذلك كده تشوفه انه هو بس هو مكان اللي صاير بيه شو اسمه. anyway هسه شنو عندي؟ عندي old myocardial infarction هالت ام اي، ام اي يعني انت عم بالمايوكارديال انفاكشن تمام، فذا كارديك سيلز ار بيرمننت سيلز، الكارديك سيلز هي بيرمننت سيلز، شنو يعني بيرمننت؟ بيرمننت يعني اذا صار بها يعني انجوري ما راح ترجع، مو نفس الاكيوت يقدر يصلح ويرجع ولا هاي يعني ما يرجع تمام، فراح يصير لك شلون الكرونيك يعني راح يصير بي يتكون بدال سكار يعني راح يصير لك سكار فورميشن، نقول اف انجوري از هابند هير إذا صارت في injury so the healing is by connective tissue، healing راح يصير عن طريق connective tissue response طريقة ثانية مو regeneration. microscopically we see راح نشوف شنو هو new blood vessels formation angiogenesis، new blood vessels راح تكون شنو هو angiogenesis تمام؟ اوكي هاي أول شغلة، ثاني شغلة راح تكون fibroblast proliferation ودي بس شنو مال كولاجين، والفايبروبلاست دائما الفايبروبلاست تتربط بالكولاجين يعني هي تعطيني كولاجين، ماكروفاج انفلتريشن، الشغلات ثلاثتهن يعني احنا نعرفهن مايكروسكوبيكالي، هنا المهمة يعني راح يتكون بلاد جديد، راح تتكون لك الفايبروبلاست والكولاجين مالتها وماكروفاج راح تجي، شي طبيعي كلش. هذا نورمال، وعوا هنا هذا كله نورمال، هذا يعني كارديك ماسل تكون نورمال، هذا هنا مايوكاردياك انفكشن، مايوكارديال انفكشن. هاي بين باعوا هنا الكابلاريز هي صايرة انجيوجينيسيس، هذه انجيوجينيسيس، ثاني كلهم كابلاريز. هنا راح تلقى توزع بها الكولاجين تمام؟ فيقول لك انه ان اكيوت مايوكارديال انفكشن سين ذير ار انوميروس كابلاريز اند كولاجين فايبرو فاسكولار جرانوليشن تشو، طبعا هذا شنو يعتبر فايبرو فاسكولار جرانوليشن تشو؟ يعني مختلط ما بين الفايبروس وال وش اسمه والفاسكولار، هذه موجوده في فاسكولار وفايبرس. نان انفلتريتد مايوكارديوم از بريزنتد ات ذا فار ليفت، هنا بالفار ليفت قصتهم هنا هاي نان انفاكتد مايوكارديوم يعني طبيعيه، هاي هنا صاروا نورمال تمام، هذا المكان اللي صاير بيه المايوكارديوم انفكشن زين. فايبرس جرانيوليشن تشو، هنا فايبرس جرانيوليشن تشو اللي هو النوع الاخير تمام، هذا النوع الاخير هو فايبرس جرانيوليشن تشو، ذير از بال احنا قلنا الفايبرس ما يعني راح تلقى شويه ب شو اسمه يعني فيسلز او كابلاريز شويه نعمات، شوفوا ذي النعمات الحمر ناعم كلش وحتى جزء ما تبينها، هذه هنا شوفوا هنا مبينه اغلبها يعني راح يكون هو عباره عن كولاجين وفايبر وش اسمه، فيقول لك there is ball white collagen within the interstitium between myocardial fibers، هتلقى وايت كولاجين، هذا وايت كولاجين جو ما بين myocardial فايبرز تمام، اذا راح تلقى صورتين، وحده هي الستيج الثانيه اللي هي fibrovascular granulation tissue وهي الستيج الاخيره اللي هي fibrous granulation tissue زين. الإدمة، الإدمة هاي آخر شيء عندنا، يقول لك أبروكسيمتلي حوالي 60% من اللين بادي ويت إز واتر، حوالي 60% من وزن الجسم هو شنو هو واتر، تو ثيرتس أوف ذير واتر إز إنتراسيلولار، يقول لك ثلثين ثلثين تو ثيرتس أوف ذير أوف ذيس واتر، من هذا الثلثين من هذا الواتر راح تلقاه إنتراسيلولار داخل الخلايا زين، بقى لك الثلث الثاني اللي بقى الثلث الوحيد، احنا ثلثين وين راحن؟ بالانترا سيلولار داخل الخلايا، بقى لك ثلث هذا راح يكون خارج الخلايا اكسترا سيلولار، بس الاكسترا سيلولار راح يكون معظمها بالانترستيشال فلويد، وخمسة بالمية من عنده راح تلقاها بالبلد بلازما، اكثر شيء يعني احنا مو عندنا ثلثين وين راحن؟ بالانترا سيلولار،
تمام. ثلث واحد بقالك يقول لك اغلبه بالانترستيشال فلويد. انترستيشال فلويد يعني ما بين الخلايا، لا هو بالفيسلز ولا هو بالخلايا، تمام. ما حد ملفي، لا الخلايا ملفيته ولا البلاد ملفيه، الفيسلز بلاد فيسلز ما ملفياته، تمام. فقاعد برا only about بس حوالي 5% من التوتال بادي ووتر. احنا التوتال بادي ووتر ايش قد؟ مو قلنا 60%؟ حوالي 5% من التوتال بادي ووتر ان بلاد بلازما، راح تلقاه بلاد بلازما. يقول لك الإديما significant increased fluid in the interstitial tissue spaces. الإديما تعني انه هو زيادة بالفلويد بالسوائل بالinterstitial tissue spaces، مو بالintracellular ولا تقول extracellular ولا تقول بالبلاد فيسلز، راح تقول بالinterstitial tissue spaces. هاي فلويد may be protein rich. الفلويد هذه ممكن تلقاها protein rich، يعني غنية بالبروتينات. يعني هاي شنو؟ يعني هاي exudate، يعني هاي حالة مرضية. اذا هاي الفلويد بالانترستيشال جمعت هناك لقيتها بيها بروتينات هواي، راح تقول انه هاي اكزوديت، يعني حاله مرضيه، تمام. اما اذا لقيتها متجمع بيها بروتينات بس تكون بور بروتينز، بور يعني مو ريتش، هنا هواي بيها بروتينات، هنا بور فقيره بالبروتينات، هاي يسموها ترانسوديت. ترانسوديت يعني باثولوجيه، يعني لا هاي تخربطت بين باثولوجي، هذا باثولوجي، اكزوديت يعني باثولوجي، هنا مرضيه، وهنا ترانسوديت هو فيزيولوجي، شيء يعني طبيعي، تمام. يصير إديما بسبب أمور طبيعية يعني فيزيولوجيك. يقولك عموما إنه الجنرال إذا أوزنج إفكتس أو فاسكولار هيدروستاتيك بريشر أند بلازما كولود أوزماتيك بريشر أر ذا ميجر فاكتورز ذات مينشنز موفمنت أوف فلويدز بتوين فاسكولار أند إنترستيشال سبيسز. إحنا قايلين قبل إنه إحنا شرحتها بمحاضرات الإديما دكتور حسين من الباثو، قلت لكم انه الهيدروستاتيك عندنا وعندنا اوزماتيك بريشر. الهيدروستاتيك بالعاده يعني لازم هو عباره عن الفلويد اللي تكون داخل الفيسلز، تمام. واما الاوزماتيك بريشر، الاوزماتيك بريشر قصدهم انه يعني هذا ضغط السوائل، ضغط الوتر، هيدروستاتيك ضغط الوتر. الاوزماتيك بريشر او السحول الانكوتيك بريشر هذا الضغط مال البروتينات، يعني كميه البروتينات. كل ما كانت البروتينات خصوصا الالبومين عالي بالدم، كل ما كان هذا الاوزماتيك بريشر عالي. والهيدروستاتيك عكسه، يعني يكون يعني اذا هذا يزيد هذا يقل، هذا يقل هذا يزيد، شيء عكسيات. Are the major factors that mentions movement of fluid between vascular and interstitial spaces. يقولك هو ده الميجر، يعني اللي يسيطر لك على الحركة مال الفلويد ما بين الانترستيشال سبيس والفاسكولار. شلون يعني؟ هيدروستاتيك شنو يعني؟ يعني زادت السوائل بالبلاد بالفيسلز، تمام. فهنا من يزيد السوائل ايش راح يسوي؟ راح تطلع لي برا وتسوي لي إديما. زين الاوزماتيك بريشر يعني شنو؟ اذا قل عندي الاوزماتيك بريشر يعني قلت عندي البروتينات والالبومين. انا شو اسوي من يقل المستوى مالتهن؟ اطلع مي من عندهن. من اطلع مي من البلاد فيسلز راح يصير عندي اديما، وبنفس الوقت راح يرجع يصير لي الاوزماتيك بريشر طبيعي. حتى شنو يصير طبيعي؟ يعني من يطلع مي من عنده راح يزيد التركيز مالته، اللي هو كان تركيزه قليل، فمن اطلع مي من عنده راح يزيد التركيز مالته، فهمتوني؟ زين بعد شو يقول؟ so either increase capillary pressure، هنا لما يعني إذا يما يزداد الكابلاري بريشر or diminished colloid osmotic pressure can result in increased interstitial fluid and reducing edema. يعني هنا يما يزداد عندك الكابلاري بريشر، قصده من الكابلاري بريشر عندنا ضغط هو ما بين الكابلاري وصح له يسهل عامة هيدروستاتيك بريشر، أو شنو؟ أو diminished يعني قل عندك الكولايد osmotic pressure، تمام. بهاي الحاله بس يصير عندك إديما كان بيزوس انكريز انترستيشال فلويد اند برودوكينج إديما. سام باثو فيزيولوجيكال كاوز اوف إديما، يا اما يكون انكريزز ان شوف الباثو فيزيولوجيكال كاوزز، تمام. شو هي السبب اللي يسوي الإديما؟ يقول لك انه اول شيء انه تزداد عندك الهيدروستاتيك بريشر، قلت لكم من يزداد الهيدروستاتيك يعني يزداد الفلويد بالبلاد فيسلز، بالتالي يطلع ايش يسوي؟ يطلع سوائل، راح يصير عندي إديما ويرجع عندي الهيدروستاتيك بريشر حتى يصير طبيعي نورمال، يعني ما تزداد عندي السوائل. زين اذا قل عندك البلازما اوزماتيك بريشر، قل بلازما اوزماتيك بريشر، بلازما من يقل يعني شنو؟ يعني الالبومين قل، تمام. يعني تركيز الالبومين قل، فهو من يقل يعني بي سوائل، انا اطلع السوائل راح يزيد التركيز مال الالبومين، وراح يزيد عندي تركيز او راح يزيد عندي الضغط مال الاوزماتيك، تمام. فراح يصير عندي إديما، يعني انا طلعت فلويد. هنا ده inflammation، هي بحاجة inflammation طبيعي إنه تصير عندنا إديما. lymphatic obstruction، إحنا عندنا lymphatic، هاي شو تسوي lymphatic؟ إحنا عندنا فينات هنا تسحب يسحبل المي أو الفلويد مال شو اسمه مال التشو، تمام، أو مال interstitial مال من يصير عندي toxic وش اسمه
يصير عندي مواد أي ضيع الشغل أي ضيع يعني هذا هو أنا حتى كنت خربط هذا الشغل الأي ضيع يعني ميتابوليك الميتابوليزم هاي ميتابوليكس فهنا ايش راح يصير عندي سموم وهذه من يجي يسحبهن يجي الوريد يسحبهن فالوريد من يسحبهن راح ممكن تبقى بمادة يبقى فلويد يعني ما يقدر يسحب لي الوريد بشكل كامل راح يجي الليمفاتيك يسحب لي اياه فهو هاي شغل الليمفاتيك طلع له توكسيك او الفلويد شو يسمى مجتمع التشو اذا صار بها ابستراكشن يعني شنو يعني ما راح تقدر تسحب هاي الفلويد اللي بتشو بتطلع راح يصير عندي اوديما وهي شرحتهم يعني كلهم يعني بالمحاضرة مع دكتور حسين إديما الصوديوم والوتر ريتينشن يعني أكيد الصوديوم من ينحبس والوتر من يصير بريتينشن هو والصوديوم أكيد راح يسوي لي إديما تمام زين بل من الإديما أي بل من الإديما is common clinical problems must be clearly seen in the setting of ventricular failure وهذا ما شرحتها سأعطيكم شرحتها بل من الإديما هنا شلون إيش يصير بل من الريدي ما يعني راح يصير احتقان بالأوردة مال لانك وبالتالي يصير بهن إدمة يعني يطلع الوريد ويطلع مي من الوريد ليش هنا يصير هيجي لأنه الفنتركولار فايلر الليفت فنتركول هو يجيب لي الدم من اللانك زين هنا أنا صار بيه فايلر يعني ما راح يقدر يسحب لي الدم من هذا من اللانك بالتالي هذا الأوردة مال لانك هو الناري فين ايش راح يصير بيها راح يحتقن يعني راح يزيد عندهن البلاد راح يصير بيه احتقان بالتالي لانه يصير احتقان راح يطلع الفلود اللي داخل الفينات راح يسوي لي اديما راح يسوي لي بالمرة اديما على اللنج تمام but also according ايضا يحدث له كمتين طبعا هاي حاله رئيسيه انه ليفت فنتريكولار فيلر ايضا يحدث وين بالرينال فيلر ممكن يصير وممكن يصير بالاكوت ريسبيراتوري ديستراس سيندروم يصير بالاكوت ريسبيراتوري ديستراس سيندروم بالمناري انفكشن طبعا هاي رينال فيلر يعني كان اكو مريض يعني ما اعرفه انه كان ما يقدر ينام نهائيا ما يقدر ينام يعني لازم حتى ما ينام ينام بس هو قاعد على كرسي يعني تخيلوا انه واحد ينام على كرسي قضى حياته هيك فهي هذه مثلا احنا نساله للبيشنت ها طبعا يعني مو بس رينال فيلر ventricular failure acute respiratory distress syndrome او pulmonary infection هم مثلا infection بالمناري هم ممكن يسوي لي بالمناري إديما كل هذا يسوي لي بالمناري إديما فالمريض أبو بالمناري إديما عادة ما يقدر ينام على يعني على فلات يعني على لينك على ظاهر تمام عادة إنه إحنا نسأل عن الأورثوبينيا مثلا واحد عنده شورتنس أوف بريث من الروح نسأل عندك الأورثوبينيا يعني شلون نسأل عليها نقول له تقدر تنام على ظهرك المخدة كم مخدة تنام عليها إذا قال إنه عادي مخدة مخدتين يعني هاي نورمال مو بالمناري إديما أما إذا قال لا والله لازم يجمع كوما مخاد أو يظل مرتشي بس هيجي أو يظل أو هو قاعد أصلا ما يقدر أصلا يرتشي وهذه فهي شنو يسحوا له هذا يعني بالمناري إديما بيه من تصعد عليه السوائل تخنقه لذلك هو يظل قاعد تمام هو يعني أنا عادي غمض عيني بس نقول لكم يعني الوضع مالته زي كينكالي كينكالي راح أشوف البيشنس بريزنتد ويز سينوسز راح أسعد سينوسز تمام هاي سينوسز يعني هاي حاله انه يصير شو اسمه بنفسج اللون مال الجلد يعني اكو شيء بقع زين الديسبنيا يعني اختناق همتين راح يصير عنده سينوسز وديسبنيا تمام واكو ان شاء الله ما ذكرها هنا هي اورثوبنيا بعد شنو عندي مورفولوجيكالي مورفولوجي ذا لانكس ار 2 تو 3 تايمز ذير نورمال ويت اللانكس هنا راح يصير حوالي 2 ضعف الى 3 ضعف النورمال ويت نورمال ويت الطبيعي راح تكون ضعفه الى ضعفين الى 3 اضعاف قال لك ان سيكتينج اكوت سيرفيس ليفل قال لك سيكتينج اكوت سيرفيس لما تاخذ يعني اكوت كات نقول اكيو ثاني الكات يعني لما تقطع السيرفيس ليفلز فورثي راح يطلع لك فورثي بلاد تاينيد ستينيد فلويد ريبريزنتينج ميكتشر اوف اير يعني هنا راح يطلع لا اله الا الله اذا ايش راح يطلع راح يطلع ستينيد وذ بلاد تمام اذا هنا راح يشوف انه هو بي مزيج ما بين يعني بي بلاد ملطخ بالبلاد يعني ستين تمام فلويد ريليسينج ميكتشر اوف اير لان ليش تقول ستين بالبلاد انه مو كله بلاد هو راح يكون ميكتشر ويا الاير هو ويا الاديما فلويد ويا بعد الاكسترا فازيتد ريد بلاد سيلز اكسترا فازيتد ريد بلاد سيلز هما تراث لانه صار بيها يعني طالعه ريد بلاد سيلز هذا المكان فكل ذني راح تلقاه مورفولوجي بشكل مالته تمام اذا ايش راح تقول راح تقول هو فورثي بلاد تاينيد ستينيد فلويد ريبريزنتينج ميكستشر اوف اير اديما فلويد اكسترا فازيتد ريد بلاد سيلز مايكروسكوبيكال ايش راح تشوفه الالفيولار وول كابلاريز تارتيوس
مايكروسكوبيك. هذا قالت انه هذا الاليفير وول كم درس راح يصير تورتوس، يعني شايفه فيها تورتوس شلون تلتوي، يعني انجورجد وذ بلاد، يعني شلون يصير انجورجد يعني تحتقن بالدم. هاي اللي هي الاليفير وول كابلاريز، وين هالصوره؟ هذه هي الاليفير وول كابلاريز، ميتشي يعني كلها محتقنه بالدم صاير بها انجورجد وذ بلاد، تمام. عشان نقول تورت يا سوقنا عليها تصير شيء زقزاقية. The alveolar spaces contain pink homogeneous fluid. يقول لك إن الالفيولار spaces إيش راح يحتوي؟ راح يحتوي على pink homogeneous fluid. وينه؟ هذا. هذا مو alveolar space إيش يحتوي؟ هذا homogeneous fluid يعتبر. fluid هو مو air، هو المفروض يكون بها air بالطبيعي. بس أنا صار homogeneous fluid اللي هو شو اسمه pink يصير. ثانية شغلة قلك alveolar spaces may contain numerous hemosiderin particles appear brown color. إنه راح تطلع عندك شنو هو numerous space بها شنو هو تحتوي لك على numerous hemosiderin particles جزيئات مال hemosiderin. هذه تظهر لك بلون جوزي. These particles can engulf by microphage. ممكن هذه ال hemosiderin particles تحيطها engulf يعني تبتلعها هذه الميكروفاج، تمام. سو كارد راح يسحوا لها هارت فيلر سيلز. شو يعني هارت فيلر سيلز؟ يعني قصد الماكروفاج تبتلع الهيموسيدرين بارتيكلز بالبلمونري ايديما، تمام. واكو صوره لها، وينها؟ هذه هي، هاي جوزيه، هي هاي هيموسيدرين بارتيكلز راح تحيطها او تسوي انجلفمنت هي الماكروفاج. Sometimes bacterial infection could be super important and her acute inflammatory cells can be seen. ممكن راح تشوف bacterial infection وشوف ال acute inflammatory cells can be seen. Normal microscopical picture of lungs باعوها عادي الفيولي، وهذا يكون الغشاء مال الفيولي، الوال مال الفيولي يكون رقيق كلش بعشا رقيق. لا والله راح يتسمك الغشاء بعشان سميك راح يصير، تمام. وراح تشوف بي الفيولي شو اسمها هنداني الكابلاريز اللي محتقنات انجورجت وذ بلاد، وش اسمه هاي الفيولي راح تصير شو اسمه شو اسمه هاي هما شو اسمهن هوموجينس بينك هوموجينس فلويد راح تلقى بيه هوموجينس يعني مجانس، ويكون بينك فلويد هذا الفيولر سبيسز راح تلقى بيه فلويد تعتبر هوموجينس فلويد هوموجينس فلويد. وهذه لا طبعا هنا راح تلقى يعني خلايا هنا داني مايكروفيج، ممكن تكون نيتروفيل اذا هو اكيوت، تمام. بعد شنو عندي؟ هذه نفس الحالة، يعني هي نفس الصورة، هذه نفس الشيء، وهذه هو هوموجينس فلويد، وهذه هي الكابلاريز اللي هي جورجيد وذ بلاد. هذا شنو وين صار؟ هي صارت لك بال الفيولر وول. اقرا لكم يا بالمنري الفيولي ار فول اوف امارفاس ايوزينوفيليك فلويد، راح ايوزينوفيليك فلويد قصدهم هو هذا شو اسمه الهوموجينس بينك فلويد. which has leaked from the congested capillaries joining congested capillaries جاي من عندها. few eosinophilic strands are also presented in the lumen of some of the alveoli. اما هنا هاي الصوره هذه قلنا الهيموسيدرين بارتيكلز، قال لك pulmonary congestion with dilated capillaries and leakage of هاي dilated capillaries. شوفوها هاي كلها صايره بالسيل وول او بالالفيولر وول. into alveolar spaces leads to increase in homocysteine lidine macrophage، تمام. as in here brown granules of homocysteine from breakdown of RBC جايت من شنو؟ homocysteine جايني من تكسير ال RBC. appears in the macrophage cytoplasm. this macrophage are sometimes called heart failure cells because of their associated with pulmonary congestion with congestive heart failure. يعني هاي congestive heart failure راح تلقاها، قلنا ان heart failure cells هي عبارة عن شنو؟ شنو هو؟ هو because of their associated with pulmonary congestion. صار عندي pulmonary congestion بسبب شنو؟ صار عندي احتقان اساسي وين؟ بالheart failure. من يصير heart failure راح يؤدي لي قلنا الى pulmonary congestion، وراح يؤدي لي الى pulmonary edema، تمام. وهذا هي نفس الشيء، هاي قلت لكم اياها جوزيه، يعني هي عباره عن heart failure cells because of their association with pulmonary congestion with congested hair congestive heart failure. قلت لكم من يصير الheart failure راح congestive، راح يصير عندي congestive congestion بالبلمونري، وبالتالي راح يطلع عندي الفلود ويسوي لي بالبلمونري ايديما. وها هي انتهت المحاضره، ومع السلامه.